لماذا بدأتم بالقرية؟ اهتمام الحكومة بالتنمية المستدامة هو شامل كل بقعة من بقاع مصر، يعني زي ما احنا بنشتغل في تنمية الحضر والتنمية العمرانية اللي بتشهدها كل أنحاء الجمهورية، سواء في مدن الجيل الرابع والتجمعات المستدامة اللي حضراتكم بتشوفوها في كل المحافظات. كان مهم جدا انه احنا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب اللي احنا بنشتغل في مدن ذكية ومدن عمرانية حديثة، محتاجين انه احنا يعني يكون في تنمية إقليمية متوازنة، وانه احنا نشتغل على تجمعات ريفية مستدامة بنفس الأسلوب اللي احنا بنشتغل فيه في المشروعات القومية في المدن العمرانية ومدن الجيل الرابع. فعشان حتى يحدث هناك تكامل في عملية التنمية. الحاجة المهمة كمان حضرتك انه الريف مش بس في مصر، في العالم كله النسبة الأكبر من الفقراء هم بيعيشوا في الريف في العالم كله ومش في مصر فقط. فاحنا واحنا داخلين عشان ننمي الريف احنا عندنا هدف استراتيجي مهم جدا ان احنا يكون القضاء على الفقر، وده احد اهم اهداف التنمية المستدامة العالمية، الهدف رقم واحد اللي هو القضاء على الفقر وتحسين جودة حياة المواطنين اللي هم بيعيشوا في الريف. حضرتك احنا الريف في مصر بيتركز فيه 57% من سكان مصر، فاذا لما نقدر انه احنا نحسن من جودة الحياة ونحسن من مستوى معيشة المواطنين اللي عايشين في الريف، فاحنا يعني يبقى استطعنا ان احنا نعمل نقلة نوعية هامة جدا في حالة التنمية المستدامة في مصر كلها. حضرتك اصلا من الريف ايضا؟ اه يا فندم. منين؟ انا حضرتك من قرية اسمها دميانة، مركز بلقاس، محافظة الدقهلية. يعني لك طبعا باع كبير في معرفة الريف بشكل قريب. طبعا يا فندم، يعني كل طفولتي طبعا قضيتها في الريف، وحتى انا مرتبط بالقريه لحد الان، يعني دايما بنقضي الاجازات والمناسبات والاعياد مع الاسره بالقرية. هناك يعني دايما الواحد بيكون مهتم ان هو يتعرف على احتياجات اهل البلد، وان هو يعني يشوف يعني رضاهم على الخدمات اللي الدوله بتقدمها. يعني الناس كلها بصراحة بتستشعر أهمية الجهود اللي الدولة بتعملها وأهميتها في تحسين رضا المواطن وفي تحسين جودة حياته ومستوى معيشته. الحاجات دي كلها طبعا بيكون لها تأثيرات إيجابية مهمة جدا في القرية المصرية. صحيح.